بسم الله الرحمن الرحيم، وبه هتدي واستعين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد النبي الأمي الهادي الأمين عليه وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أبنائي طلاب شركة آفاق التعليمية، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الكيمياء، ومع الصيغة الأولية والصيغة الجزيئية. هنا هنتابع الصيغة الأولية والصيغة الجزيئية في الجزء الثاني. هنا بنقول الصيغة الأولية اللي احنا بنسميها الإمبريكال فورميولا، لما الكيميائي بيعرف التركيب النسبي المئوي للمركب بيستطيع إن هو يحسب الصيغة الكيميائية بتاعته، إن بيحدد أصغر نسبة من الأعداد الصحيحة لمولات العناصر، وهي دي اللي إحنا بنطلق عليها يا شباب الصيغة الأولية. يبقى الصيغة الأولية لو نيجي نحب نعرفها بنقول هي أصغر نسبة عددية، هي النسبة من أعداد ذرات العناصر في الصيغة الأولية، وبتكون هي أصغر نسبة من الأعداد الصحيحة لمولات العناصر فيه. خلاص؟ طيب، الصيغة الأولية لمركب، التعريف بتاعها الصيغة الأولية لأي مركب موجود عندي هي الصيغة التي تبين أصغر نسبة عددية. يبقى لو إحنا قلنا دلوقتي الإيه؟ تعريف مين؟ تعريف الصيغة الأولية لمركب ما هي الصيغة التي تبين أصغر نسبة عددية صحيحة لمولات العناصر في المركب. وقد تكون الصيغة الأولية هي نفسها الصيغة الجزيئية. انتبه، يعني مثلا عند مركب اسمه الميثان، الميثان الرمز بتاعه هو CH4، هي دي الصيغة الجزيئية وهي دي الصيغة الأولية ليه، لأنه ما نقدرش نختصر بين ذرات الكربون وذرات الهيدروجين. إذا اختلفت الصيغتان فإن الصيغة الجزيئية دايما بتكون دائما مضاعف للصيغة مين؟ للصيغة الأولية. يعني مثلا صيغة فوق أكسيد الهيدروجين، انظر معايا H2O2، هنجد إنها الصيغة الأولية بتاعتها هي إيه؟ هي الـ H والـ O. إزاي يا أستاذ؟ انا بختصر هنا 2 وهنا 2، استطيع ان انا اقسم هنا على 2 واستطيع ان انا اقسم هنا على كام؟ على 2. في الحاله دي هتطلع لي HO، فديت الصيغه الجزيئيه، انما دي بالنسبه لها هي الصيغه الاوليه. اذا الارقام اللي موجوده هنا اقدر اختصرها واطلع صيغه تانية، يبقى في الحاله دي الصيغه الاوليه تختلف عن الصيغه الجزيئيه. نسبة الأكسجين إلى الهيدروجين كام إلى كام؟ 1:1 في الصيغتين. انتبه إزاي؟ ما هو هنا كام إلى كام؟ 1:1، وهنا برضه 1:1. هتقولي يا أستاذ ده هنا 2 وهنا 2، ما أنا هقول لك أقدر أختصرها، يبقى كأنها 1:1. إذا أعطيت التركيب النسبي المئوي لمركب وعلى افتراض إن كتلة هذا المركب كانت فيها 100 جرام، النسبة المئوية بالكتلة لكل عنصر بتساوي كتلة العنصر بمين؟ بالجرامات. يعني مثلا المية جرام ده هو كان عندي مثلا الاس 40.5% من الاس، ماشي، و59.95 من مين؟ من الاو. حلو، يبقى المركب ده عبارة عن الاس مع مين؟ مع الاو. لو جمعت النسبة دي مع دهيت هتطلع بالنسبة لي 100%. شوف، اجمع بالنسبة لك يا أخي الفاضل الأربعين فاصلة عفوا الأربعين فاصلة خمسة من مية دهيت، 5%، اجمعها مع 59.95% هتطلع بالنسبة لي 100%. يبقى المركب اللي موجود عندي 100% اهو مضبوط. طيب الآن لازم نحول الكتلة دهيت إلى إيه؟
إلى مولات. إزاي؟ ما إحنا خدنا قبل كده بنقسم الكتلة تقسيم الكتلة المولية، يعني الإس أشوف الكتلة المولية بتاعتها بكام، وأقوم أقسم الكتلة عندي اللي هي دهية على الكتلة المولية بتاعتها، فمعروف إن الإس عندي بكام؟ ب 32، فأنا هقوم أقسم ال 40% أهيت ال 40.4 من 5%، نقسمها على ال 32.7%، أقسم ده على دي يطلع لي كام مول؟ أهيت عدد المولات 1.2 تقريبا. طيب بالنسبة لمركب الأكسجين، فأنا عندي 59.95، أقوم مقسمها على كام؟ على 16، يوم يطلع لي كام عدد المولات. أنا كده عرفت عدد مولات الإس، وعرفت كده عدد مولات مين؟ الأو. يبقى أول خطوة عندي أجيب عدد مولات كل عنصر. إزاي؟ أقوم أقسم كل كتلة هو مديها لي أقسمها على الكتلة المولية لهذا العنصر، ثم تطلع لي عدد المولات هنا وعدد المولات هنا. نبدأ في الخطوة الثانية، لازم نقسم على أصغر نسبة وصلنا إليها. بصوا معايا علشان أعرف النسبة بين المولات. النسبة بين المولات هنا كام؟ هنا 1.249%، هنا 3.747%. طب أصغر نسبة طلعتها عندي كام؟ 1.249%. خلاص، يبقى أنا بقسم النسبة دهية ودهية على أصغر نسبة عددية في المولات اللي هي دي، اللي هي ديت أهي. النسبة ديت كام؟ 1.249 على 3.700 كذا. بصوا معايا أهي، أنا همسك 1.249 أقسمها على أصغر نسبة عددية من بتاعة السلفر أو الكبريت، حصلت على كام؟ على 1 مول. طيب الآن أقوم مقسم 3.747 على برضو اللي هي أصغر نسبة في المولات اللي هي 1.249، طلع لي كام مول؟ 3 مول. لو تناظر هنا الأعداد، هنا 3 عدد صحيح، وهنا الإس كام؟ 1 عدد صحيح. لو كانت الأعداد دهية فيها كسور، نقوم نضرب في 2 أو في 3 أو في كذا علشان نطلعها أعداد صحيحة. إنما هنا بالنسبة لي خلاص الإس عندي بواحد والأو عندي بكام؟ ب 3. يبقى أنا كده بسرعة أقدر أوصل للحل بتاعي إن الإس اللي عندي هنديلها 1 والأو هنديلها 3. أهيت يبقى أبسط نسبة عددية عندي هتبقى الإس، أهي يا شباب الإس عندي أهي أو 3. دي هي بقى اللي إحنا بنقول عليها الصيغة مين؟ الصيغة الأولية. ليه؟ لأن الإس طلعت لي بواحد مول والأو طلعت لي بثلاثة مول، يبقى الصيغة الأولية عندي هي عبارة عن إس أو 3. خلاص؟ هي ديت بقى اللي احنا بنسميها الصيغة بإيه؟ الأولية. خلي بالك الصيغة الأولية هي نفسها الصيغة الجزيئية. ليه؟ الإس اللي موجودة عندي هنا بواحد وهنا بثلاثة، ما في عامل مشترك بين الواحد وبين الثلاثة، وبالتالي يبقى هي الصيغة الأولية هي نفسها الصيغة الجزيئية. عدد الخطوات المطلوبة لحساب الصيغة الأولية، علشان تعرف الكلام ده لازم انك تعرف ان كتل العناصر في اي عينة هي 100 جرام. لازم نحول الكتلة، كتلة كل عنصر، الى مولات. ازاي؟ هنقسم الكتلة تقسيم الكتلة المولية، وهتجيب النسبة بين الذرات. لما تكون القيم في النسبة المولية اعداد صحيحة لا يمكن استعمالها في الصيغة، يجب ان احنا نحولها الى اعداد صحيح. ازاي؟ بقسمة القيم المولية على أصغر قيمة مولية إحنا حصلنا عليها، وبالتالي هنحصل على أعداد صحيحة. طيب إذا طلعت عندي الأعداد برضو أعداد غير صحيحة، نبدأ نضربها في 2 أو في 3 أو في أي رقم
في المجموعتين على أساس نوصل إلى أرقام صحيحة. يعني مثلا هنا نقول نحدد الصيغة الأولية من التركيب النسبي المئوي لمركب يتكون من 48.64% من الكربون و8.16% من الهيدروجين و43.20% من الأكسجين. حضرتك يا ليت تعمل لي جدول فيه 3 خانات، يعني ده خانة ودي خانة، وتبدأ تعمل لي الجدول ده عندك كده. يبقى انت عندك هنا 1 وهنا 2 وهنا 3، خلي بالك كربون وهيدروجين واكسجين. يعني هنا تبدأ تدير الكربون عندي اهوت سي، وهنا الهيدروجين عندي تبدأ تكتبه هنا اهوت، وهنا مين وهنا الاكسجين، وتبدأ تمشي خطوة خطوة. هتحط ال 48.64 هنا، وتحط ال 8.16 في المكان ده، وال 43 وال 20% في هذا المكان. وبعدين تبدأ تجيب عدد المولات، تقوم شديد لي هنا خط وتكتب لي ما هو عدد المولات اللي موجود، عدد المولات في هذا المكان، وتبدأ تقسم لي الأرقام دهيت على كل مول بتاعي. أنا عندي السي ب 12 والهيدروجين بواحد والأكسجين بكام؟ ب 16. أقوم أقسم الأرقام اللي موجودة عندي على كل نسبة بتاعتها. يعني مثلا عندي أهوت الكربون أنا عارف نسبته، والهيدروجين أنا عارف نسبته، والأكسجين أنا عارف نسبته. طيب عشان تجيب الصيغة الأولية لازم تحول كتلة كل عنصر إلى مولات. إزاي؟ بنقسمها على الكتلة المولية. يعني الكربون عندي النسبة بتاعتي بكام؟ زي ما قلت لكم في الخانة اللي كانت موجودة هنا على اليسار هي كانت 48.64، نقوم نقسمها على 12 يطلع لي 4 مول تقريبا. يبقى انا كده عرفت ان ايه الكربون ب4 مول. الهيدروجين هاخد الجرامات بتاعته واقسمها برضه على 1، تقوم تطلع لي تقريبا 8 مول. طيب بالنسبه للاكسجين هجيب ال 43.20 ونقسمها على 16، هيطلع لي تقريبا 2.70. انا عرفت النسب خلاص. خلي بالكم النسب الموليه، انا عندي من الهيدروجين 8، من الكربون 4، من الاكسجين كام؟ 2.7. اصغر نسبه عندي في الثلاثه هي مين؟ 2.7. اذا علشان نجيب ابسط نسبه موليه الخطوه اللي بعدها على طول نقوم نقسم على ال 2.7 للثلاث عناصر. هنقسم ديت بالنسبه للكربون اللي هي 4.50 على 2.7 هتطلع لي كام؟ 1.5. وبالنسبة للهيدروجين هتطلع بكام؟ ب3. وبالنسبة للأكسجين هتطلع بكام؟ ب1. طيب انظر معايا، الوحيد اللي طلع عندي ب1.5 هو مين؟ هو الكربون. انتبه معايا، يعني أنا دلوقتي هو الكربون ب1.5، الهيدروجين عندي ب3، الأكسجين عندي بكام؟ ب1. طيب النسبة العددية عندي الكربون هي، ولو قلنا انا هو الكربون وعندي الهيدروجين وعندي الاكسجين، الاكسجين النسبة بتاعتي هنا بكام يا شباب؟ النسبة بتاعتي اللي موجودة عندي ده ب1.5، مش هتنفع 1.5. وهنا كانت بالنسبة لي 3، ودي بالنسبة لي كام؟ 1. طب مش هتنفع هنا، في مفيش عندي حاجة اسمها انصاص. أقوم أضرب الصيغة دي كلها في كام؟ في 2، لكلها. يعني دي تنضرب في 2 علشان تديني كام؟ هتديني 3. ودي تنضرب في 2، هي كانت 3 هتديني كام؟ هتديني 6. ودي تنضرب في 2 هتديني كام؟ هتديني 2. يبقى الصيغة اللي أنا حصلت عليها إن الكربون عندي بقى 3، والهيدروجين عندي بقى 6، والاكسجين عندي بقى كام؟ بقى 2. هي دي يا شباب اللي احنا بنقول عليها ان لازم تكون اعداد صحيحه. فهي زي ما قلت لكم الكربون لازم نضربه في 2، بقى 1.5 ضرب 2 هتديني كام؟ اداني 3 زي ما قلنا. والهيدروجين طالما انا ضربت الكربون في 2 لازم اضرب كل العناصر اللي موجوده عندي
فمولات الهيدروجين في الحالة دي هضربها في 2 هيديني كام؟ هيديني 3 مول. يبقى هنا ده الكربون، 2 في 1.5 هيديني 3. طيب لو جيت عند الأكسجين، أقوم عندي الأكسجين عندي كان المفترض الأكسجين إحنا قلنا طبعا في أخطاء، الكربون عندي هو اللي كان 1.5، لو ضربته في 2 هيديني 3. الهيدروجين كان 3 أضربه في 2 هيديني 6، وبالنسبة للأكسجين كان بواحد أضربه في 2 هيديني 2. بقت الصيغة اللي موجودة عندي أبسط نسبة عددية عندي زي ما قلت لكم بالضبط، هي الكربون عندي كان بواحد ونص ضربته في 2 اداني 3، الهيدروجين كان 3 اضربه في 2 هيديني 6، الاكسجين كان بواحد اضربه في 2 هيديني 2. بعد الصيغة الأولية للمركب اللي موجود عندي، الصيغة الأولية للمركب اللي موجود عندي هي إن سي 3 اتش كام؟ اتش 6. وهي ديت صيغة جزيئية أيضا. ليه يا أستاذ؟ لأن ما في أرقام بين يعني نقدر نقول نقسم عليها بين الاثنين والستة والثلاثة، يعني ما في عامل مشترك بينهم وبين بعضهم، يبقى في الحالة ديت هي ديت الصيغة الأولية للمركب. هنا مثلا عندي في الرسم البياني في الدائرة اللي موجودة عند مركب عبارة عن نيتروجين وأكسجين، نسبة الأكسجين فيه كام؟ ب 63.16، والنيتروجين 36.84. عشان أطلع الصيغة بتاعته زي ما قلت لكم هنقسم كل نسبة على الكتلة المولية لكل عنصر. فالN عندي كتلتها المولية بكام؟ ب 14، والأكسجين عندي الكتلة المولية بتاعته ب 16. يبقى أنا هقسم، طبعا هي المفترض لو جمعت الاثنين هيطلعوا لي 100 جرام، ده العناصر اللي موجودة عندي. فأنا بنقول علشان أقدر أحول الكتلة إلى عدد مولات، بقول الكتلة تقسيم مين؟ تقسيم الكتلة المولية. النيتروجين عندي كان 36.84، هنقسمها على 14، تقوم تطلع النيتروجين دي عدد المولات بتاعتي بكام؟ ب 2.630 من 1000 مول. طب بالنسبة للأكسجين كان 63.16، أقسمها على 15.999 من 100 من 1000، تقوم تطلع الناتج عندي ب 3.948. انظر عدد مولات الأكسجين هنا كام؟ ب 3 فاصلة وليكن 9، بينما عندي عدد مولات النيتروجين 2.6، أصغر رقم طلع لي هو 2.6. يبقى أنا هجيب النسبة بين المولات إزاي؟ أقوم مقسم على 2.6 لكده الرقمين، خلاص أقوم مقسم عليهم أهو بالقسمة على أصغر قيمة مولية عشان نحسب النسبة بين الذرات والنسبة المولية. مسكت ديت اللي هي بتاعت النيتروجين أقسمها على نفسها هتطلع لي بكام؟ بواحد. ونسبة الأكسجين اللي هي كانت طالعة لي 3.948 هنقسمها على 2.630 أيضا، لأن إحنا بنقسم على أصغر نسبة حصلنا عليها، فأصغر نسبة هي 2.60، أقسم دي على 2.630، وأقسم أيضا بتاعة مولات الأكسجين على 2.630، عدد مولات النيتروجين هتطلع بكام؟ بواحد. طب عدد مولات الأكسجين تطلع بكام؟ واحد ونص. مش هينفع، أنا عندي أعداد المولات لازم تكون أعداد إيه؟ صحيحة. وعلشان تكون عدد صحيحة لازم أضرب الأرقام دي في رقم، أضربه في كام يا شباب؟ أقوم أضربه في 2. انظر معايا، لو قلنا إن هو أقوم أضرب الرقم ده هو في كام؟ في 2، هيطلع الواحد ونص لما اضربها في 2 هيطلع لك بكام؟ ب 3، واضرب ديت ايضا في كام؟ في 2، الناتج بتاعي هيطلع بكام؟ ب 2. انظر، يبقى ال n هتاخد 2، يبقى n تاخد 2 وال o تاخد 3. يبقى ديت الصيغه الاوليه اللي احنا هنحصل عليها. انظر اهي،
الاثنين بتاع الواحد مول اللي انا كنت حصلت عليه بتاع النيتروجين هضربه في اثنين يطلع عندي اثنين، والواحد ونص بتاع الاكسجين هضربه في اثنين يطلع لي كام؟ يطلع لي ثلاثة. يبقى ال N هتاخد عندي 2 وال O هتاخد عندي 3، وهي ديت الصيغة الأولية للمركب. هنا البروبان بيتكون من كربون وهيدروجين. طيب الكربون نسبته كام؟ 81.82، والهيدروجين 18.18%. لو جمعت النسبتين هيطلعوا 100%. نفس الخطوات اللي احنا حصلنا عليها بالضبط في المسائل اللي فاتت، اقوم اقسم النسبة ديت على مولات الكربون، واقسم النسبة ديت على مولات مين؟ الهيدروجين، او عفوا على كتلة المول الواحد من الكربون وعلى كتلة المول الواحد من الهيدروجين. يبقى انا بقسم اهوت النسبة اللي موجودة عندي، بقول عدد الكتلة تقسيم الكتلة المولية. فهنا بنقسم ال 18.18 بتاعت الهيدروجين على الكتلة المولية اللي هي الواحد، هتطلع عندي 18.36 من 1000 من الهيدروجين. بالنسبة للكربون أقسم النسبة بتاعتي على 12، هتطلع لي 6 فاصلة كام؟ 812. النسبة هنا بتاعت الهيدروجين 18 والنسبة بتاعت الكربون 6، طب أصغر نسبة مولية حصلت عليها دي بتاعت مين؟ بتاعت الكربون. نقوم نقسم على أصغر نسبة عددية حصلنا عليها. نقوم نيجي الهيدروجين أقسمه على 6.18 اللي هي نسبة الكربون اللي احنا حصلنا عليها، وأقسم أيضا الكربون على نفس نسبته، يطلع الكربون عندي بواحد ويطلع الهيدروجين عندي ب 2.65. النسبة دي يا شباب طبعا نسبة عددية مش هنقدر نعمل عليها حاجة. أصغر عدد صحيح اللي نقدر نضربه فيه هنضرب في كام؟ في 3. فلو ضربنا الرقم ده هو في 3 هتطلع تقريبا 7.95، يعني تقريبا كام؟ 8. والكربون اللي كنت حاصل عليها 1 مول هضربه ب 3، يبقى كام؟ يبقى سي 3. يبقى الكربون عندي هيبقى 3 ذرات، والهيدروجين عندي هيصيروا 8، أو سي عندي هتصير 3 والهيدروجين عندي تصير 8. يبقى هي دي الصيغة الأولية لهذا المركب. وإلى هنا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.